هل توجد سياسة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العالم تجاه المنطقة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على ضيوفنا في هذه الحلقة، سعادة السفير سامح شكري والدكتور محمد قدري سعيد. دكتور قدري، قبل الاستراحة كنت بطرح سؤال، ما هو ترتيب الأولويات لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة؟ أولا الإعلاء للداخل كما فهمت قبل الخارج، وفي الخارج ما هي المنطقة الجغرافية التي تهتم بها المصالح الأمريكية؟ طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنه الداخل بالنسبة لها مهم، والملف الاقتصادي وهو الملف الاقتصادي ده له أولوية كبيرة، له تأثير مع العلاقات الأوروبية، وبالتالي ده موضوع مهم له الهندسة بتاعته اللي المفروض أنها يتم. الخارج أعتقد، ويمكن ده اللي أقدر أتكلم فيه بشكل يعني في تفصيل شوية، هو متصل بمكانين، المكان اللي هو الشرق الأوسط ونقدر نقول شرق آسيا. طب أيهما يسبق الآخر؟ حاليا يعني النهارده الاسبوع النهارده واضح ان كوريا واضح ان اسيا يعني دوك طلع الخنجر، وبالتالي بيبقى كل الاطراف والضوء مركزه عليها، لكن ما اعتقدش انها بنفس الوزن مقارنه بالمنطقه العربيه. طب ممكن حد يسالك سؤال يقول لك لما يبقى في اعلان تهديد نووي، يعني الخوف من ايران ان هي يمكن تمتلك سلاح نووي، بينما كوريا الشمالية بالفعل تمتلك سلاح نووي وهذا ثابت ولا جدال فيه، ونقلت منصات صواريخ متوسطة المدى اللي هي 3000 كيلومتر إلى أماكن متقدمة، وأعلنت رسميا أنها تهدد السواحل والمدن الأمريكية، ألا ترى أن ده خطر عاجل؟ بالتأكيد خطر عاجل، وأعتقد أن الولايات المتحدة لا شك يعني بالنسبة لهذا التهديد هتتراجع عن نقاط كثيرة جدا في هذه المنطقة. المشكلة ان الجانب نقدر نقول الكوري بشكل عام ما هوش واضح، يعني البلد نفسها كوريا الشمالية المعلومات حواليها طبعا عند الولايات المتحدة عندهم معلومات كثيرة، لكن ما يقدروش يتنبأوا بالخطوة التالية. طبيعة السلطة فيها يعني فردية وتتغير من وقت لآخر، وبالتالي أعتقد أنه ده هيمثل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية صعوبة جدا كبيرة في عملية تفهم الخطوة التالية بالنسبة لهذا. لا أعتقد أن أمريكا ممكن تضرب كوريا الشمالية، معناها نخش في حرب نووية. لغاية دلوقتي لم يظهر على السطح استراتيجية أمريكية للتعامل بهذا الموضوع، وبالتالي ربما يعني يجب ان احنا ننظر للموضوع ده يمكن بشكل يومي، ايه الخطوات اللي هي تمت. ده الجزء ده يعني. لكن كان في تقرير امريكي يتحدث على انه الفترة او الولاية الثانية للرئيس باراك اوباما سوف تأخذ منطقة اسيا في صدارة الاولويات، اللي هي الصين، كوريتين، اليابان، كل هذه من ناحية حتى مش بس سياسيين ولكن اقتصاديين وتجاريين، يعني آسيا هي منطقة الاهتمام الأولى في السياسة الخارجية الأمريكية. هذا تقرير صدر منذ شهر. هو طبعا المنطقة دي لا شك أنها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مهمة جدا، حتى على المستوى التاريخي، يعني بعد الحرب العالمية الثانية كانت الأمريكان يعني لهم وجود كبير جدا في اليابان، في كوريا الجنوبية، يعني كل المنطقة عدد كبير يعني له علاقة بالتاريخ اللي فاته. أمريكا برضو مش ممكن تنسحب منه، بنفس الشيء عندنا عملية الانسحاب من مثلا الخليج العربي فيها بالنسبة لأمريكا لها مصالح قوية جدا. في الجزء ده اللي هو خاص ب يعني الجزء الاسيوي حصل انجازات كبيره جدا بواسطه امريكا، يعني كوريا الجنوبيه دلوقتي تعتبر من الدول يعني المتقدمه جدا، الميزان التجاري تعتبر يعني الصين عندها 950 مليار سندات حكومه امريكيه، هي يعني اكبر مستثمر أجنبي في هذه السنة، يعني في مصالح كبرى يعني موجودة
بين البلدين. اليابان شريك تجاري واقتصادي مهم جدا، فحتى بوزن الملف الداخلي هناك مصالح أمريكية لابد من المحافظة عليها من خلال السياسة الخارجية بتاعتها. أعتقد أن نقطة الضعف الوحيدة في المنطقة دي هي كوريا الشمالية. وده هيتطلب على الجانب الأمريكي أن يبقى في استراتيجية ما للتعامل مع يعني الخطر ده. لغاية دلوقتي في الحقيقة لم يصدر شيء الواحد ممكن يقراه ويشوف بالضبط ايه الفكر اللي موجود. كلها كلمات حماسية، لكن انا متأكد او كل اي واحد يعني على علاقة بمثل هذه الاشياء انه لازم هيكون في نوع من الاستراتيجي والبوليتكس مع الطرف ده، بحيث انه تعرف بالضبط هو عاوز ايه، انت عاوز ايه بالضبط، انت بتعمل حاجة زي كده. سعد سفير، حضرتك عشت سنوات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، تفهم العقلية الأمريكية، أسلوب صناعة القرار، المؤسسات الأمريكية كيف تفكر. لو هم عندهم وضع زي الوضع اللي احنا بنعيشه الشهور القليلة الماضية، هل هم لديهم الحرص على أنهم يحرزوا أكبر قدر من النجاح بأقل تكاليف، أم عندهم رغبة في أنهم دي جودة إكسترا مايل؟ يعني بمعنى أنه لو في وضع مثلا في إيران فهم مستعدين للمواجهة، لو هم عندهم وضع في كوريا عندهم استعداد للمواجهة، أم هو بيحاول يشتغل دور الإطفائي؟ يعني أي سياسة، المواجهة أم الإطفاء؟ تفتكر هم بيفكروا في إيه دلوقتي؟ حاولنا نفكر بعقلهم مش بعقلنا. بالتأكيد هو يمكن بداية من الصعب أن نذهب إلى أن الولايات المتحدة تتناول الأمور الدولية في معزل عن بعضها البعض، أو أن هي تركز على منطقة دون الأخرى. في الولايات المتحدة تقدر قيمتها كدولة العظمى الوحيدة الآن، وبالتالي تعتبر أنه مسؤوليتها ومصالحها تمتد على مدار العالم أجمع، وبالتالي لابد أن تتفاعل مع التطورات الدولية. وطبعا التطورات بتفرض عليها التركيز في مناطق ما، بالتأكيد التركيز على شبه الجزيرة الكورية حاليا والتطورات اللي بتأخذ منحى عسكري يقلق الولايات المتحدة لارتباطاتها مع كوريا الجنوبية مع اليابان، التوازنات الاستراتيجية في المنطقة بتتخلخل، بالإضافة إلى العجز الأمريكي على مدى السنوات الماضية في بلورة سياسة واضحة للتعامل مع المخاطر اللي نشأت عن حيازة كوريا الشمالية على السلاح النووي. فالآن هي قاصرة على الاحتواء العسكري لهذه الأزمة، وكلنا تابعنا محادثات الست أطراف اللي كانت بتدور منذ عهد الرئيس بوش الابن مع في محاولة لمعالجة الوضع في كوريا الشمالية، واللي لم تسفر عن نجاح وأدت إلى وصول إلى هذه النقطة من التوتر والمواجهة. على الولايات المتحدة أن تتعامل مع هذه التحديات الحالة، ولكن لا تستطيع أن تهمل تطورات في مناطق أخرى، سواء كانت الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية، التطور في شرق أوروبا والعلاقة الثنائية مع روسيا الاتحادية. فكل ذلك يجعل نوع من التعقيد في المشهد السياسي الأمريكي، ولكن في نفس الوقت الالتزام بمواجهة هذه التحديات بشكل يصب أيضا في استقرار العالمي وتحقيق المصلحة الأمريكية. احنا لما نيجي ننظر إلى مثلا الحالة بتاعت إيران أو حالة كوريا، الاثنين فيهم نوع من الخطر أو التهديد، هل حضرتك تعتقد أنه السياسة الأمريكية تفكر في التعامل مع هذه الملفات من قبيل المواجهات أم الاحتواء؟ أعتقد بالنسبة لأوباما بالذات كرئيس أمريكي، يعني من الهيستوري بتاعه خصوصا من فترته الأولانية، أنه أعتقد أنه مش طبيعي بتاعه انه يعمل مواجهة عسكرية. لا شك ان التفكير اللي دلوقتي يعني حاليا ازاي نقدر نتعامل مع الدولتين دول بطريقة
لا تؤدي إلى صدام عسكري. إيه التمن اللي هنديه لهم عشان يوافقوا؟ فأعتقد إن ده هيكون البوليسي اللي هي هتاخدها أمريكا. مبدأ أنه إذا فهمت دولة مثل كوريا أو مثل إيران أن الولايات المتحدة غير راغبة أو غير قادرة حتى على تمويل عمليات عسكرية جديدة، فبالتالي الدولة التي ليست العظمى تضع شروطها أو تفرض شروطها أو تمارس سياسة القوة على القوة العظمى الآن، هذا المبدأ هيعمل إيه في هيبة الإدارة الأمريكية وكمبدأ في التعامل في المرحلة المقبلة مع الولايات المتحدة؟ يعني هو putting the terms، مين اللي بيملي الشروط؟ للأسف دلوقتي إنه اللي يعني بيحط الشروط أنا شايف إنه إيران وكوريا الشمالية، وإنه الولايات المتحدة اتأخرت كتير إنها تاخد قرار في هذا الموضوع، ويمكن ده كان سبب نوع من التضاد ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. خطاب نتنياهو الشهير في اليو إن لما قال ان احنا عندنا حد اقصى يونيو المقبل وان هنا حيوصل 90% المشروع النووي الايراني وعملية التخصيب ونحن لن ننتظر بعد ذلك، والرسمة البدائية اللي هو رسمها وقال القنبلة بتوصل لهنا واحنا مش هنا. لكن اللي حصل فعلا انه يعني هناك ضغوط امريكية على اسرائيل لعدم التصعيد. هو في الحقيقة اي خطوة دلوقتي ضد إيران بضربة عسكرية أو بالنسبة لكوريا الشمالية المناخ العالمي ما بقاش يسمح بحاجة زي كده، ولا شك إن يبقى فيه حل تاني دبلوماسي له تمنه يعطى للجهة اللي هي تملكت التول دي أو الوسيلة دي. طب التمن هيبقى من الطرفين ولا مقابل ان انا ما اعملكش ازعاج انت هتديني ايه كالولايات المتحدة؟ بالضبط كده. يعني هم هيبقى بالنسبة لكوريا الشمالية وهي مشهورة انها بتاخد فلوس كتير من من الناس، يعني هي عندها انتاج عسكري معين ناحية الصواريخ والحاجات اللي زي كده وهي فعلا بتاخد في مقابل ذلك نقود. أتصور طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية هيبقى لكوريا الشمالية لستة حاجات، هم عندهم مشكلة كبيرة في الطعام في الـ في الـ يعني مقارنة طبعا بكوريا الجنوبية، يعني إعادة تأهيلها عشان تعمل العملية دي محتاجة، ده من وجهة نظري يعني محتاجة تمويل، يعني هو بيعمل تسخين للوصول بالأمور إلى سياسة حافة هاوية من أجل ابتزاز الطرف الثاني للحصول على مغانم. ده تصوري بالنسبة للموضوع. هدك متفق مع الرأي ده فن؟ بصفة عامة طبعا أنه يعني إدارة العلاقات الثنائية دائما مبنية على استخلاص ما يمكن استخلاصه من الطرف. أنا معجب باستخلاص، يعني لفظ دبلوماسي عظيم، استخلاص ما يمكن استخلاصه. طبعا في الحالتين أنا بتفق مع الدكتور أن المناخ العالمي صعب أنه هو يتحمل تصعيد عسكري أو تدخل مباشر لحل قضايا على تعقيد القضيتين سواء الإيرانية أو الكورية الشمالية، مع الاختلاف في الحالتين أنه في كوريا الشمالية هناك عناصر أكثر تعقيدا متمثلة في موقف الصين وتحالفها التقليدي مع كوريا الشمالية وأنها منطقة جنوب شرق آسيا والكوريا دي منطقة نفوذ رئيسية للصين والتوتر اللي بادي مع اليابان كمان طبعا فالأمر وحيازة كوريا الشمالية للسلاح النووي، فكل ده بيصعد من المخاطر وبيقلل من احتمالات اللجوء إلى المواجهة المباشرة والعمل العسكري. في نفس الوقت كوريا التعثر على مدى السنوات الماضية في التعامل مع هذه الأزمة والتركيز على احتواء البرنامج النووي الكوري بدل من إعطاء مخرج سياسي لكوريا لتصبح أكثر مرونة في علاقتها الإقليمية وعلاقتها مع طبعا شقيقتها الجنوبية،
وصل إلى هذه النقطة، ولكن بالتأكيد لكوريا الشمالية استغلال هذا إذا ما والنظام في عتامة كبيرة في إدارته، وهنا طبعا المخاطر. لكن بتلجأ الولايات المتحدة طبعا لتدخل من الصين ومن روسيا في محاولة لاحتواء الأمر. أتصور أنه لابد أن يكون هناك تحرك سياسي لمحاولة إعطاء بعض المكاسب اللي قد تحصل عليها كوريا الشمالية، وفي نفس الوقت المكسب على الجانب الآخر بالنسبة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو تهدئة الوضع وتحقيق الاستقرار وعدم اهتزاز الوضع العالمي بتصعيد أو استمرار لفترة طويلة هذا الاحتقان بالمنطقة. في حالة إيران فهناك التعقيد المرتبط بالسياسة الإسرائيلية وضغوطها على الولايات المتحدة، وهي علاقة تبادلية، فالسياسة الإسرائيلية تضغط من خلال نصرائها في الولايات المتحدة بالإيباك والكونغرس والتعاطف التقليدي المتواجد في المجتمع الأمريكي تجاه دولة إسرائيل، بينما التركيبة السياسية في المنطقة لابد تجعل الولايات المتحدة حذرة في اتخاذ موقف أيضا يصب في مصلحتها، وهو بإعاقة إيران في أن تصبح دولة نووية أو تبقى على حافة أن تصبح دولة نووية وتأثير ذلك على أمن الخليج. حكومة الرئيس أوباما بتتجه إلى محاولة حل هذه الأمور بالطرق الدبلوماسية، لكن النقطة اللي وصلنا إليها برضو مرتبطة بوجود سيولة بعض الشيء في تحديد الأهداف. بس واضح إن إحنا عندنا فرق ما بين إدارتين، إدارة جورج بوش الابن اللي هو العنف إلى آخر مدى، وهنا حالة أوباما الدبلوماسية إلى آخر مدى. ده حقيقي، ولكن المعضلة هي تحديد الهدف. في حالة إيران كان الهدف على مدى الأربع سنوات الماضية، وفي بعض الأحيان كانت أهداف غير واقعية، بأن يتم احتواء وتقليص البرنامج النووي الإيراني بشكل يؤدي إلى إفشاله، وده منطلق أدى إلى يعني واضح أن التقديرات الأمريكية ما كانتش ولا دقيقة ولا عملية. يعني أتصور أن ما كانتش عملية من ناحية السياسية، أنه إن النظام الإيراني وطبيعته وأهدافه والعائد من المشاورات اللي كانت دائرة على مستوى البي 5+1 ما أعطتش الأرضية تؤدي إلى تحقيق تقدم في هذا الملف وتضع أهداف واقعية يمكن البناء عليها واستخلاص المرونة الكافية من النظام الإيراني. تسمحوا لي، إذا وصل إلى عديد من القوى في المنطقة أن الولايات المتحدة غير قادرة على ممارسة القوة الفعلية، فهل هذا يجعل بعض هذه القوى تتجرأ على المصالح الأمريكية والسياسات الأمريكية في المنطقة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه بعد الاستراحة الإعلانية. تابعوني.